ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني. أستاذ محمد أو دكتور محمد، أرحب بك في هذا اللقاء. فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة جاء بعد اجتماعات مستفيضة بين سمو ولي العهد وكبار الصناعيين ومستشارين كبار. ما هي انعكاسات ذلك على الاقتصاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله اخوي يحيى والاخوة المشاهدين. حقيقة ما شهدت المملكة من قرارات سامية يعني تذكرنا بأن هناك هيكلة دائما تحتاجها المملكة، ونحن نعيش في تغير كامل على كافة الأصعدة. فطبعا يعني المتابع لهذه القرارات يجد أن هناك اهتمام كبير جدا بقضية الفساد لأنه يقتل التطلعات والطموح، وأيضا اهتمام بالذكاء الاصطناعي لأنه هو من سيقود المستقبل. أيضا الصناعة عودا إلى سؤالك، هو قطاع يخدم الرؤية وهو من ضمن القطاعات اللي لامستها الرؤية، وضروري الاهتمام بهذا الجانب. كل هذه حقيقة المسائل تعزز يعني النظرة المستقبلية لرؤية المملكة 2030 اللي تقودها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين. فبالتالي الصناعة بلا شك جاءت بعد اجتماع عقده سمو ولي العهد مع المهتمين بالصناعة، وخصوصا المملكة الآن يعني لديها أكثر من 7000 مصنع، وإحنا نريد في المرحلة القادمة أن نركز على القطاع غير النفطي وأن نعزز من الصادرات. فبالتالي من سيقوم بهذا الدور هي الصناعة السعودية، فأعتقد حان الوقت الآن أن تكون لها وزارة مستقلة. والآن رجال الأعمال وأصحاب المصانع نقول لهم تحققت لكم ما كنت تصبون إليه، وحان الوقت الآن بأن نشمر عن سواعدنا وأن نعزز ما يعني لدى المصانع من تقنية، ونهتم بالجودة ونهتم بالإنسان السعودي، وندعم كل ما من شأنه أن يخرج لنا منتج سعودي مؤهل ينافس عالميا. نعم دكتور محمد، كيف تقرأ إيجابيات تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية، سيما بعد النجاحات التي حققتها على أرض الواقع مثل حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء إلى آخره؟ نعم، هذه تقع ضمن الهيكلة اللي تكلمنا عليها اللي يحتاجها تغيير. فبالتالي الرياض هي يعني عاصمة العرب، والآن حقيقة هناك مشاريع عملاقة جدا دشنها سمو ولي العهد، وأيضا يعني كانت ضمن سياق الرؤية اللي هو تعزيز مشاريع كبيرة. فبالتالي وجود مثل هذه الهيئة سيدعم كافة القطاعات اللي من شأنها حقيقة أن تعزز الدور الكبير، لأن الرياض يعني نريد فقط ليس فقط عاصمة للمملكة العربية السعودية، وإنما أيضا هناك جوانب كثيرة ممكن أن يستفاد، لأنه جاي في منتصف المملكة العربية السعودية. فبالتالي ممكن أن يكون لوجستيا في مجال الصناعة، في مجال الترفيه، فبالتالي يحتاج إلى مثل هذه الهيئة اللي من شأنها أن تعزز وأيضا تكون نموذج لباقي مناطق المملكة، لأن إحنا نحتاج إلى النموذج القدوة اللي ممكن أن يطبق في مناطق المملكة الأخرى. فبالتالي نعم هذه الهيئة سيكون لها دور كبير، وأيضا ستتحرر أخوي يحيى من البيروقراطية، لأن البيروقراطية أعتقد هي يعني في طريق معاكس لتوجهات وديناميكية الرؤية. دكتور محمد القحطاني الكاتب الاقتصادي كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.